السلام عليكم. دائما خالد معكم، ان شاء الله تكون في صحة وعافية. اليوم راح ندير دائما يوم السبت 24/7/2021 شتلت اللي كنت قلتهم لكم سابقا. الحمد لله الحق وقت بن لازم ننقلوهم من التربة، يعني من الأرضية إلى الإصيص. العملية على قدم وساق أنا قبل راني نحي غير الكبار. ما دور كنزيد نحي هادي، نزيد نحي هادي، هادي هادي وهذه. أما البدول اللي كنت وريتهم لكم ونحيتهم يعني في فيديو سابق، وش نديروا بأزهار السجادة، كنت لحتهم يعني عشان عندها قراب الدور كستة أيام أو سبعة أيام. شوفوا النتيجة بسم الله ما شاء الله، كالي راهي كبرت، كالي خرج الدور كأربع أوراق، البقية راهي ما شاء الله راهي تنتش بشكل جيد. ولهذا أنا ننصحكم أنه لحب يغرس بدور سجادة يتكل على الله في هذا الوقت جويئوت، بالتوفيق إن شاء الله. الحمد لله توفيق من الله. ست شتلات لهذا اليوم، يوم السبت 24/7/2021، والبقية راح تجي إن شاء الله وحدها.